وفي السياق نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمجموعات مسلحة موالية لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باش أغا. وقال الناشطون إن تلك القوات اقتحمت البوابة 17 الواقعة غربي العاصمة ترابلس. الله أكبر من قلب كوبري 17 يا خايد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من قلب كوبري 17 يا خايد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.